زي ما شفنا كابتن طارق مجدي والكابتن محمد يوسف استكمال لمباريات أصبح جاهز لصفارة البداية وانطلاق هذه المباراة الهام جدا. بالرقم 12 في نص الملعب محمود نبيل بلبل، رقم 8 سيميدو جابر، 13 محمد ريس كارترون اختار النهاردة في حراسة المرمى محمد أبو جبل. 4 لاعبين في الدفاع، هجمة زملكاوية لكن يتدخل ويلعبها طويلة الأمام، لكن الأقرب كان الوينش يعيدها إلى حارس مرمى اليسرى البيضاء بالرقم 19. في نص الملعب طارق حامد، أدي هجمة ميدو جابر من على حدود المنطقة وأول تم بالقائم. وصلنا للدقيقة الثالثة، التعادل السلبي والكرة الأمامية للزمالك، لعب على طول محاولة من جديد قصيرة من عبد الشافي اتقطعت وتحولت هجمة لسيراميكا كليوباترا عند 30 نقطة. الزمالك في الصدارة 73 نقطة. سيف لجزيري ياخدها لنفسه ويمشي يلمس ويلحق لكن يتدخل، قدم عبد الغني والوينش والكرة العالية وادي الرأسية ودربكة وزحمة في منطقة الجزاء. لسه الكرة خطيرة والهجمة مكمل في من جديد، عبد الشافي لفها خطيرة جدا جوه المنطقة، استبعاد جنش بديلا طبعا لمحمد ابو جبل اللي بيتولى حراسة مرمى الزمالك في هذا اللقاء. كرة تعدي فيها بدون اهداف، بن شرقي يستلم في الجهة اليسرى بالقدم اليمنى يلعبها على الهجمة بالقدم اليسرى، خالد يلعبها طويلة وعالية يسلمها ناحية اليمين إلى شيكابالا ويجري زيزو يمشي يعدل تاني على رجله اليمين وعرضية لكن يعتمد لزيزو مقرب منه المسلوسي لكن زيزو يعتمد على نفسه وما يعترضش يعني. لعب الكرة عالية جوه المنطقة يرفع راسه طارق أمامية سيف الدين للجزيري مرة تاني بن شرقي يلعبها عرضية عالية جوه المنطقة يبعدها ويش السيناريوهات معروفة والحسابات واضحة وزيزو لو بينفذها كتير طول الموسم. حمزة اتلعبت بالفعل عالية جوه المنطقة يبعدها الدفاع تعود من جديد وبيحاول لكن لسه مفيش خطورة حقيقية حتى الآن على المرمى. ادي شيكا ممكن عن طريقه تأتي الخطورة. محسن شادي حسين يسند يعدل على رجله اليمين وبيحاول يعمد ابراهيم اللي عمل 1-2 جري استلم الكوره يلحقها قبل ما تخرج يعدل على رجله اليمين وجلي ضياء قنديل وكره عرضيه خطيره يعدي من ناحيه اليمين يلعبها عاليه جوه المنطقه لكن الشافي من الجهه اليسرى والكره العرضيه هم وعامل موسم جيد. النهارده غياب رجب بكار بيعدل كابتن هيثم شعبان طريقته بيلعب على حدود منطقة الجزاء لشادي حسين لكن يتدخل رومانيستا مصر هذا الموسم. ادي الكرة وشادي يستلم شادي غير مباشر ادي لكن شوف سيبك من الاوفسايد صح بغض النظر عن التسلل من عدمه يعني. ادي انطلاقة مرة أخرى زيزو المرة دي يعدي شيكا استلام من شيكا يحافظ على الكرة شيكا بالا جانب الأيسر والكرة العرضية جوه المنطقة لكن دفاع الصوت الأول ربع المباراة في هذا اللقاء. شيكا يسلمها لبن شرقي عبد الشافي يجري ياخد مكان يجيب على رجله اليمين اشرف بن شرقي ويلعبها عاليه جوه المنطقه ورا ومحاوله من العمق عن طريق طارق حامد كره طويله من طارق عاليه في الجانب الايسر لمسه من عبد الشافي جوه المنطقه لا ضربه ركنيه ضربه لعبت الكره على طول ضربه ركنيه ومن جوه المنطقه تلعب على حدود المنطقه فرصه للتسديد يعدل ويسدد وفرصه مس ياردات من مرمى سيراميكا كليوباترا لكن او يعني برمى في الاسابيع الاخيره عرضيه عاليه جوه المنطقه طويله الامام ولا احد في الامام كرر اكتر من مره دي لكن لسه حتى الان هذه كره من قال وغير اللي تابعناه مع الزمالك من بدايه الموسم اتكلم عن حمزه المسلوسي اللي بالفعل فتره الاربعين سبها ومحاوله المرور مر بالفعل وكوره مش ما فيه لعبها بالفعل في اتجاه المرمى لكن يا دوب تعدي جنب المقص لسه دوب تعدي جنب القائم وتبقى ضربه ركنيه كوره في الجهه اليسرى محمد ابراهيم محمد ابراهيم اصبح هو الحل هجمه واحده لشادي حسين كان خطا زيزو يتلعب الكوره على حدود منطقه الجزاء ومكان في الشق الهجومي عنده القدره على الايذاء وبعد نزول دابو كمان ادي طارق حامد لعب عاليه في اتجاه المرمى تشيف والوينش في سيراميكا كليوباترا طبعا بيغيب كمان سيراميكا كليوباترا عند التوقف المؤقت بتلعب طويله عمره 4 دقائق لكن طبعا اكيد هيتم تعويضه في الوقت بدل الضايع كوره بالراس فوق
حاول المرور سقوط على حمزة المسلوسي، ياخد مشوار حمزة، عرضية من حمزة المسلوسي لطع وما تكملش، تعود مرة أخرى في الجهة اليمنى إلى ميدو، ضياء أنديل ناحية الشمال لأحمد محسن، ضربة حرة للسيراميكا تلعب على طول من خالد صبحي، محمد إبراهيم تسديدة قوية، استعادت كرة لكن كرة طولية من طارق حامد ما تلاقيش حد لدابو، أمامية خطيرة جدا وأبو جبل، ترجع الكرة والمرمى فاضي، جول أحمد محسن يفتتح التهديف في هذه المباراة بكرة طولية خدعت كل الدفاع، خرج محمد أبو جبل حاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه، اتصلحت أمام أحمد محسن والمرمى فاضي، يسكنها في الشباك في الدقيقة 41، سيراميكا كليوباترا هدف يشعل المباراة وقد يشعل الدوري بأكمله. آدي دابو يا ولد، دابو والأسيست، دابو والأسيست، خرج أبو جبل وللأهداف، يتقدم سيراميكا 1-0. توصل لأشرف بن شرقي، قطعت الكرة لكن تعود من جديد، اتلعبت له فعلا لكن صعبة على حمزة، عالية من طارق حامد هو منطقة الجزاء، استلام من أشرف بن شرقي الظهير الأيمن وقلب الدفاع، في النهاية طارق حامد والكرة العالية للإيذاء، وبالفعل آدي شيكا وكرة خطيرة جدا، مش ممكن، جول التعادل زملكاوي عن أشرف بن شرقي، يتعادل أشرف بن شرقي سريعا للزمالك بعد أقل من 4 دقائق، بن شرقي آدي كرة الهدف، آدي كرة الهدف، لحظة التسديد، لا يوجد تسلل بالفعل على أشرف بن شرقي، دقائق وقت بدل ضايع، 7 دقائق، 21 بحروف بارزة، طارق حامد يلعبها أمامية، استلام رائع من زيزو لكن ترجع تاني زملكاوية، محاولة المرور سيراميكا، أحمد سيد زيزو يلعبها عالية، كرة مرة تاني داخل منطقة جزاء سيراميكا كيوباتي، يجيبها برجله الشمال، يجيبها على رجله الشمال ويلعبها جوه المنطقة، سيف الدين للزيري، تعود من جديد إلى شيكابالا، يمشي شيكا، ما الزملكاوية تكتمل عن طريق شيكابالا اللي يلعبها جوه المنطقة، وبرزيزو زيزو زيزو وبرجله الشمال، اتحاد سكندري فقط والنهارده بهدف أحمد محسن، شيكما قد تكون الأخيرة، المشهد الأخير في الشوط الأول، قبل المسلوسي عرضية خطيرة من التونسي وفي مواجهته، ومرة أخرى التسديدة من شيفو أسر. مجددا أصدقائي المشاهدين، مشاهدي أون تايم سبورتس، أحباء كرة القدم في كل مكان، وشادي حسين ومن وراهم طبعا محمد إبراهيم وميدو جاب، الزمالك سريعا، خلينا نشوف الشوط الثاني هيبدأ، الأول فقط تبديل اضطراري لهيثم شعبان، أدي كرة وسيل، لا لعبها بالفعل شيكا خطيرة جدا على المسلوسي، شيكا بالكعب، حمزة المسلوسي عرضية خطيرة جدا، ميدو من الجانب الأيمن تلعب أمامية مش لحد العمق، أمامية وبينية، زيزو ياخد كورته يمشي يقع، أشرف بن شرقي يلعبها أشرف، تعود من جديد شيكا، حمزة المسلوسي تاني عالية، أنديل حصار زملكاوي، إمام عاشور يمشي يدخل، لعبها ناحية اليمين لشيكا، لمسة من شيكا لأحمد سيد، الأول أصلا ده الهدف، ده هدف سيراميكا، أحمد محسن في انتظار عودة الإرسال من السويس، آدي هدف التعادل الزملكاوي، آدي المحاولة والمتابعة أمامية وغلطة خارج عامر، مع عودة الإرسال رجعت اللعبة من قبل الفار، شوف محمد الحنفي ومراجعته للعبة الأخيرة، لمراجعة اللعبة بنفسه، هل يستمر في قراره ولا القرار هيتغير، ركت بدلاء الزمالك وبيشاور لهم ان هم يقعدوا، لكن زي ما بقول لحضراتكم الحقيقه اسابيع الادرينالين الشهيره، وضربه جزاء زيزو في كامل تركيزه ياخد قراره زيزو ويغير الزاويه، يسجل زيزو ويتقدم للزمالك في الدقيقه 60 من عمر اللقاء، عامر حفظه، عامر مميز، تتغير الآن في هذا اللقاء، محمد إبراهيم
يلعبها داخل منطقة أحمد محسن، خط يلحقها يسلمها إلى بونسو عن طريق حمزة المسلوسي، زيزو يعمل وان تو شيكا، أول إنذار في هذا اللقاء، مش متقدم شيكا يلعبها لكلغاني ناحية اليمين، الونش يميل للجهة اليسرى، سيف الدين الجزيري ضغط نجح إنه ياخد الكرة يستحو السيف سلوسي جابر وسيارة وبالفعل شيكا سيراميكا كليوباترا. بعد الهدف بقالهم دلوقتي قد ايه تقريبا 5 أو 6 دقايق في صورة مختلفة، شادي حسين يوسع لنفسه، خروج شيكا ونزول أوباما وأحمد محسن وبالقدم اليسرى بالفعل خطيرة جدا مؤكد لأصحاب الأرض، مرة كرة مرة تانية ناحية اليمين ضياء أنديل وكان جنب عبد الشافي يخرج ابو جبل من مرمى في اكتر من لقطه يعني طوال المباراه، ابو جبل 10 دقائق من بعد الهدف 10 دقائق من الاستحواذ من السيطره، بونسو من على حدود منطقه الجزاء على الكدر ينقذ مرمى 3-2 في الركنيات والكره العاليه يبعد تعود من جديد ضياء انديل والكره الراسيه ادي اهي ادي الضربه بعد ما اهتزت شباكه بالهدف الثاني يكشف عن أنيابه الهجومية، أمامية وطويلة لشادي حسين يتحرك ناحية شمال شادي بشكل مميز، يتحرك على أحمد إبراهيم ناحية اليمين خطيرة جدا خطيرة جدا، ميدو جابر برجله الشمال ميدو جابر عدى بشكل كويس الكرة ناحية اليمين في تبديل آخر هو مصطفى سعد ميسي بيستعد للنزول، اتلعبت الكرة أوباما يضغط في منطقة الجزاء والضربة الركنية عالية وادي الرأسية وزحمة زحمة زحمة من ضياء أنديل ويشارك مصطفى سعد ميسي لاعب منتخبنا الوطني للشباب، انطلاق زيزو يجري يعمل مجهود كبير قوي يلحقها زيزو عرضية مش ممكن عامر يا طارق في توقيت كويس استلم أوباما صراع على الكرة مع محمد عبد الغني يسرى أحمد محسن انطلاقة مصطفى سعد برجله اليمين عرضية خطيرة جوه المنطقة وتصليحة لدابو الهجمة يروح بوشه تلمس فيه محمد الحنفي لكن اللعب يكمل محمد إبراهيم يلعبها عالية الآن سيراميكا هو المستحوذ هو الضاغط الزمالك يدافع من المغربي يقابله التونسي يحطها من وراه لكن سيف مع أحمد سيد زيزو وكان الناحية التانية فاضي تماما فتوح